طيب بما انك معانا خلينا نستغل الفرصه ونعدي سريعا على مباراه الاهلي والزمالك، قول لي ايه رايك؟ لو مش سريعا برضو ما عنديش مشكله. زملكاويه؟ انا بشجع الاهلي. اه تمام ماشي. عشان قلت لي سريعا فقلت يمكن يعني محرجه من حاجه. لا عشان لو انت محرج من حاجه. لا انا مش محرج ولا حاجه، لا انا في الاخر يعني اسمي وائل رياض، اكيد منتمي للنادي الاهلي والناس عارفه انتمائي كمحب وكراجل حياتي كلها في النادي الاهلي. لما ببقى متولي مهمه المنتخبات ببقى على مسافه واحده من كل اللعيبه، واللعيبه كلها الحمد لله صداقاتي بلعيبه مصر كلها من مختلف الانديه صداقات قويه جدا. انما في الاخر الاهلي والزمالك كانت مباراه كويسه، الاهلي بيلعب وهو منتشي جدا واخد البطولات كلها السنه دي، فبيلعب وهو ما عندوش اي ضغط. نادي الزمالك الفترة اللي فاتت كان ماشي كويس، انما اسوريو يمكن ما دخلش المباراة بشكل جيد وقدر يعدل بعد كده، بس كان تو ليت في الكورة. عندنا بنقول ان المبادرة دايما بتكسب، فانما في الاخر المباراة طلعت بشكل كويس وروح اللعيبة مع بعضها كمان كانت نقطة ايجابية ومميزة جدا، وهو ده اللي نتمناه على طول. يعني يمكن احنا بنتكلم في النادي الاهلي فكره وجود المؤسسيه او النظام، وده اللي بيميز النادي الاهلي بشكل كبير.